السلام عليكم اخوانا اخواتي الكرام، تحياتيكم جميعا. كنحييكم كل واحد باسمي وفي امكانك انتو ازول فلان. بدايه كنتمنى الفيديو هذا يلقاكم بصحه وبعافيه وتكونوا بخير وعلى خير وبصحه مزيانه يا ربي يا كريم. اخوانا اخواتي، بدايه قبل ما ندخلوا الموضوع اللي بغيت نتكلم عليه في هذا الفيديو، سمحوا لي نقدم واجب العزاء لواحد الاخ والصديق والحبيب والعزيز خويا رضا التاجر. رضا التاجر واحد المواطن مغربي اللي عايش في المانيا وبالضبط في مدينة أخن، تما افتتح واحد المطعم سماه مطعم الطاجين. هذا المطعم هذا اللي حصل لي الشرف أنني مشيت عنده في واحد النهار ودرت معاه واحد اللقاء وسجلت واحد الحوار معاه، كان من أحسن الحوارات اللي سجلت في حياتي كلها، لأني استلهمت من هذا السيد هذا واحد قصة كفاح، وأنه واحد يعني سفير ديال التراث المغربي وكيحافظ على التراث المغربي، خصوصا من بعد أنهم ما استهدفوه شي وحدين بغاو يخنشلو داك المطعم وبغاو يخنشلو الاكل المغربي وصيفطوا ليه شي سوريين باش يديروا دعايه لذاك المطعم كونه مطعم جزائري. فمشيت عنده انا وجلست معاه ودرت معاه واحد الحوار، وحصل لي الشرف انني تلاقيت مع الوالده ديالو اللي رحمها الله، الام ديالو اللي توفات. فلهذا انا كنحس خويا رضا في الفقدان ديال الام، ولما حكى لي خويا رضا حتى في هاد الحوار اللي درت معاه، اللي غادي نخلي لكم يعني المقطع ديال الفيديو ولا نخلي لكم الفيديو كامل في واحد ليال تحت. امراه مغربيه، ام مغربيه طلعت سبعه نفوس، يعني كبرت سبعه نفوس، ناضلات وكافحات وكلهم تبارك الله قاريين واصلين خدامين، كل شيء بخير الحمد لله. يعني هذه هي المرأة المغربية اللي كنعتزوا بها وكنفتخروا بها، وهذا الشيء اللي معروف على كل الأمهات المغربيات. فلهذا هذيك الصورة اللي شفنا حنا ديال كأس العالم ديال الركراكي مع الأم ديالو واللعابة مع الأم ديالو، مرة ما جات هكاك يعني اعتباطا، بل عندها واحد الدلالات، كان لأننا حنا كنشوفوا المعاناة ديال أمهاتنا وديال والدينا وديال آبائنا كذلك. ف الله يرحمها، الله يرحم امنا كلنا، هذه امنا كلنا، الام ديال خويا رضا، الله يرحمها والله يسكنها الفسيح الجنه ديالو، وانا لله وانا اليه راجعون. وانا كنسال لكم الدعاء، اسال منكم انكم تدعوا لهاد المراه بالمغفره وبجنه الفردوس ليها ولكل كل المسلمين. الموضوع ديال اليوم، انا شفت واحد اللقاء او لواحد المؤتمر ديال الصحافه الوطنيه، نادي الصحافه المغربي او لا مالين داك الفيديو كتبوا الاعلام المغربي، المهم نادي الصحافه الاعلام المغربي، المهم الاعلام المغربي دار واحد المؤتمر قالك دفاع على القضايا العربيه، حضر فيها داك سميتو اللي مجاهد ولا ما نعرف، المهم هذوك ديال الصحفيين قدماء ديك ديال حزب الاستقلال اللي شادين الصحافه دابا في المغرب، حضروا فيها تما. وكانت العنوان هو فلسطين، ودايرين داك الكوفيه هنا والرايات وبالروح بالدم، هذه الصحافه الوطنيه. فانا انا اول حاجه بغيت اللي لفتت انتباهي هو الكم ديال الحضور، الناس اللي حاضرين في هذا المؤتمر على ود فلسطين وعلى ود القضايا العربيه، كم غفير جدا. واوتوماتيكيا قارنتها بواحد الفضيحه، واحد المهزله صراحه. انا اللي حشمت نقول لكم بصراحه، كانوا الاخوان وعلى راسهم خونا ميلود الشاوش. ميلود الشاوش هو رئيس الجمعيه المغربيه للمغاربه المطرودين من الجزائر، دوك الضحايا ديال بوخروبه اللي تم يعني نهبهم وسرقتهم ومعاملتهم واحد المعامله التي يعني الانسان يحشم ان يعامل بها الكلب حشاكم، فما بالك الانسان. 350 الف مواطن مغربي شدوهم رماوهم وسرقوا لهم اموالهم، واللي اغتصبوا اللي داو الدم، المهم انتم عارفين هذه القصه بلا ما نزيد نعاود لكم الفضائع، لاني الا بديت كنجلس كنعاود لكم 70 عام ما نساليش من الفضائع ديال داكشي اللي داروا في خوتنا في 75. خويا ميلود الشاوش كان حضر معايا في واحد اللايف هنايا، درنا لايف بدا كيعاود وصيفط لي واحد المره في الواتساب، قال لي ودي راه كاين واحد لقاء بغينا نديروه
نتمنى يكون الحضور. شديت هذاك بارطاجيتو عندي في القناة في المنتدى. فاش وقع هذا لقيت جوج الناس اللي حضروا لذاك المؤتمر اللي ما نوض به واللي كيهم يعني واحد القضية ديال المظلمة ديال خوتنا المغاربة. 350 ألف مواطن ومواطنة مغربية، 350 ألف، وقارنتها بهذا المؤتمر اللي داروا على القضايا العربية وعلى فلسطين. وبديت كنتسائل، كنقول فين هي الصحافة؟ علاش ما مشاوش تما غطاو؟ وعلاش ما بينوش هذاك الحماس ها اللي كيما بينوا القضية الفلسطينية والقضية ديال العروبة والعرب؟ علاش ما بينوش القضية ديال المغاربة والقضية ديال دوك خوتنا اللي مطرودين من الجزائر اللي الى يومنا هذا مازال ما خدوش الحق ديالهم وكلشي ميك على الحق ديال دوك الناس؟ 350 ألف مواطن ومواطنة مغربية اللي تم الهضم ديال الحقوق ديالهم. على الاقل الا ما قدرناش حنا ردوا لهم الحق ديالهم، على الاقل غير نبينوا لهم المساواه ونبينوا لهم الاهتمام بالقضايا ديالهم ونواسيوهم ونشاركوا معاهم. يعني انا بغيت نفهم علاش الصحافه ديالنا ما كيعطيوش اهتمام لهذه القضايا هذه. بغيت انا نفهم. انا كنتسائل فين كانوا مثلا، فين كانت تشوف تي في هذه ايامات فاش الجزائر كانت كتسب في المغرب وتعير في المغرب والى يومنا هذا شحال هذه ما كانوش. كانوا ايامات خاوه كلهم هاد الصحفيين ديال 4 دريال كلهم خاوه وخاطين على البوليتيك وعلى التخربيق ديالهم. حتى تحرك الجيش في المعبر ديال الكركارات والشعب المغربي فاق لان تحرك الجيش المغربي، وحنا كعارفين الجيش المغربي نادرا فاش كيتحرك. فاش حرك الجيش ديال المغرب عاد الشعب قال دوك القضيه راه خطيره. فاش حرك الجيش عاد عرف بالخطوره ديال هذاك الشيء اللي كدير صندارستان وبالخطوره ديال داك الشيء اللي كدير الجزائر. عاد الناس ولاو كيهتموا. فاش الناس ولاو كيهتموا ولات المشاهدات ولاو تما ولاو كيهضروا على هذا الشيء ولاو كيهضروا. شوفوا تبون شوفوا ما عرف هذا بونيف بوزمر. ولكن فاش كتكون يعني هما مهتمين غير بالقضيه ديال العروبه وفلسطين او بالتفاهه. مع الاسف ما كاينش واحد الحماس. انا يعني شوف دابا الكارثه حنا فين وصلنا. يعني هو راه منطقيا خص يكون الحماس لقضايا المغرب اكثر من الحماس لقضايا ديال الدول الاخرى المشرق. دابا حنا ولينا كنطلبوا غير يكون الحماس متساوي، يعني يكونوا يكون عندهم واحد الحس ديال الاهتمام القضايا ديال المغرب كما عندهم الحس ديال الاهتمام وهاد الهيلالات وهاد البهراجة وهاد الأفلام اللي كيديروا على فلسطين وعلى غزة وعلى هادشي كله. وأنا بلا ماشي تكلم عليكم شكون اللي جبت الصداع وفين وصلت القضية وفين هما هادوك المقاتلين وصافي سالات وقت العنتريات وصافي صافي سالينا صافي ساليتو دابا ساليتو سالا داكشي ديال الجزيرة وداك ها و هذا موضوع اخر مهم. هذا الشيء غادي ياخذني حتى لواحد السيد اللي كان شخصيه مهمه في المغرب وعنده ارتباط بهذا الشيء اللي تكلمت عليه ديال النخب وهاد الصحفيين وهاد الشيء. انا من قبل كنت تكلمت على منيب، دابا تكلمنا على عندنا هذه الصحافه ولا ما عرفت المكتب الصحافه ولا ما عرفت شنو والله ما عرفت شنو سميتو بالله. مهم نادي الصحافه في المغرب ولا نقابة الصحفيين المهم شي حاجه بحال هكا شي حاجه شي رسميه. اليوم غادي نتكلم لكم على واحد الشخصيه اللي مهمه بزاف في المغرب، كانت مهمه، اللي هو كان مستشار الملك. كان مستشار، تخيلوا معايا، كان مستشار وما بقاش مستشار، اللي هو حسن اوريد. حتى هو ما خرجش على هذه القاعده اللي تكلمت عليها ديال هذا الاهتمام بالقضايا ديال العروبه وديال الناس الاخرين اكثر من الاهتمام بالقضايا الوطنيه. وهادشي غادي يبان في واحد المقال كتبوه في قناه الجزيره، وهادشي انا اللي خلعني انك هذا المقال مكتوب في قناه الجزيره. وحنا خصنا نعرفوا واحد القضيه، ان الجزيره راه ما كاين ديك القضيه ديال حريه الصحافه وديك القضيه ديال الراي والراي الاخر وكذا، داكشي هضره خاويه كيناش.
جزيرة هي أداة في الدولة القطرية كتنفذ المخطط ديال قطر اللي هو بناء دولة قوية بتاريخها وبهذا على وخا على حساب الاخرين وخا مهم واحد الكيان بغاو يبنيو واحد الكيان تكون عنده قوة وتكون عنده فهمتيني كلمة في هذيك المنطقة كما هادو بغاو يديروهم كما هادو اللي حدانا تا هما عندهم هاد الاوهام كذلك قطر عندها هاد الاوهام ديال القوة وديال الهيبة وديال السيطرة وديال فهمتيني الى اخره اقوى قوة في المنطقة حتى قطر كتقول اقوى قوة في المنطقة ولكن قطر ما عندهاش قوة عسكرية قطر عندها الفلوس عندها الغاز نعسى على اكبر احتياطي ديال الغاز في العالم وكتوظف هذوك العائدات ديال داك الغاز في هاد المشاريع وفي هاد المخططات ديال انها تبني دولة قوية عندها هيبة عندها سيطرة عندها نفوذ في المنطقة ولكن بعض المرات انا ما كنكذبش عليكم الخوت انا كنحترم العقلية ديال بعض القادة القطريين علاش لانهم كاين واحد نوع ديال الذكاء في هذا الشيء كيشدوا كيشريو فهمتيني كيشريو العقول يشريو المفكرين يشريو الاستراتيجيين يشريو وهنا الخطورة ديال قطر قطر ما عندهاش تاريخ ما عندهاش جيش ما عندهاش قوة ما هذا فشنو كدير كتشري داك الشيء وكتشري على حساب حضارات وتاريخ ديال دول اخرى من ضمنهم المغرب حنا كنعرفوا الاندلس وداك كيسرقوا لنا الباب والملكي وبزاف ديال الحوايج كتسرق التراث ديالنا كيتسرق وقطر خطيره بزاف هذا الشيء وانا كتخلعني قطر اكثر من الجزائر نجيكم من الاخر قطر انا كتخلعني حيت قطر كما قلت لكم عندها الفلوس بزاف وكتوظف وكتشري العقول وعندها يعني الفرق ما بين قطر والجزائر قطر غدا بخطه قطر غدا بخطه غدا بلان يعني عندها ناس كيخطوا لقطر شنو غديروا هنا تجيبوا الجزيره هنا هاد تشري هاد الصحافي هنا هاد تكتب هاد الكتاب هنا هاد الدعم هاد اللوبي هنا فهمتيني هما قطر خطيرين في هادشي العكس هادو اللي حاكمين الجزائر هادو اللي حاكمين الجزائر هي مدرمين بقرع الليل ما عندهم لا خطه لا والو تبون في الصباح هاجي ترشق لي يسب المروك العشيه اش القريحه يقول له باش ديروا اجي نمشيو نديروا واحد المناوره حدا المروك باش نخلعوا المروك ما عندهمش خطه حتى الاعلام ديالهم الا شفتوا مازال خدامين بالاس تي يعني الناس ديال الاعلام يفهموني مازال خدامين بالكاليتي ديال 1975 ضعاف اعلاميا قطر خطيره بزاف 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 فلهذا انا فشلت المقال ديال حسن اوريد اللي كان مستشار ديال المالك شفتوا كتبوا في الجزيره بديت كنقول قضيه ماشي هي هذيك حماني ممكن قطر تجروا جيني ولا جرات قطر بحال هاد الشخصيه هذه راه قطر عندها شي مخطط تجاه المغرب وهذا شيء غير مستبعد فلهذا مزيدا من الحذر انا كنحضر رطوبه لكم مهم رجعوا لهذا المقال هذا اللي ما كيختلفش على دوك التصريحات ديال منيب وعلى هذا المؤتمر اللي داروا هذا نادي الصحافه المغربي اجي نشوفوا حسن اوريد شنو كيقول على هذا الصراع اللي كاين ما بين المغرب والجزائر او بالاحرى باش نكون معكم اكثر دقه هذا العدوان الجزائري على المغرب اللي مستمر منذ 50 عام شوفوا السي حسن اوريد مستشار سابق ديال جلاله الملك شنو كيقول قرات باهتمام بالغ ما قالته السياسيه الجزائريه لوزين حنون من انها ترفض ان يزج ببلدها في حرب مع المغرب دابا هو بدا بواحد خيتي جزائريه مع كانت وزيره يمكن كان هادي قالت لهم ديك 10 في عقل يمكن هي هادي قالت لهم حنا هي كترفض ان يزج ببلدها في حرب مع المغرب كيفاش شكون اللي زج شوفوا هو كيفاش بدا يعني بدا من الاول بدا كيبرئهم ليس الامر قولا لا يلقى على عواهني لان ليس الامر قولا يلقى على عواهنه ليس الامر قولا يلقى على عواهنه لان الوزيره حنون من اوتاد السياسه في الجزائر يعني
لها تجربة طويلة عبرت في محطات حاسمة في منعرجات بلدية وأدت عمل الغالي لمواقفها والتزاماتها. لا يقاس وزنها بوزن الحزب الذي ترأسه، فهي ممن يشكون فهي ممن يشكلون ضميرا للبلد ومرجعنا. مهم بدا كيقول لك، فهي يعني هاد وزيرة حنون راه من اوتاد ديال الجزائر وشخصية مهمة وكذا وكذا وكذا. ثم قال لك انا كنقول هاد الكلام بكوني مغربي مزيان، اللي هو ما كيشوفش راسو في هذا الجفاء مع المغرب، يعني هو كمواطن مغربي ما كيشوفش راسو انه معني بهذا الصراع، يعني بحال الصحراء المغربية ماشي ديالو، فهمتيني؟ الصحراء المغربية ماشي ديالو، ما كتهموش كمواطن مغربي، وهاد الناس اللي كتقتلهم الجزائر هو ما كتهموش. المهم، وعاد بالأحرى العداء قال لك، ثم جا قال لي كل شيء يوحد بين المغرب والجزائر، عاد السياسة، هذه ممكن تتفقوا معها شوية. والسياسة مرتبطة بمنظومة ومرجعية وسياق وربما أشخاص، ولكن هذا الكلام السي حسن عوري خصك توجهوا للجزائر. المغرب ما عندوش شي عداء الجزائر، الجزائر اللي عندها عداء للمغرب. المهم هو بغى يقول لك السياسيين راه كيمشي، ولكن الأصل هو أن احنا والجزائر شعب واحد. مو بدا كيدور ويلبق هنا ويلصق هنا، فهمتيني دوك الابيات وداك الشيء الشعر وداك الشيء ديال الكلام ديال اللغه العربيه، حتى دخلنا بدا كيهضر لينا على قال لك المؤثرين علينا حنا. هنا غادي نعرفوا ان يمكن الجزيره والقائمين عليها الناس دوك المختصين ديال الاعلام اللي كاينين في الجزيره، لان الجزيره عندها العقول ديالها اللي خدمتهم هي الاعلام وهي السيطره على الجماهير، عرفت بان هاد حنا المؤثرين اللي واقفين في هاد الخندق ديال اليوتيوب وديال هذا، وكندافعوا على بلادنا وكنهاجموا هاد الكبرانات، عرفت ان راه كاينه قوه عندنا بحال انا والسي الغوتي والاخوه الاخرين كلهم اللي كنحيهم على هاد المكان. وشوفوا شنو قال، هو براسو قال لك لا يمكن الاستهانه بهاد المناوشات الكلاميه اللي حنا كنغديوها المؤثرين، ولو كانت يعني كتصدر على ظن، يعني ماشي على سوء ظن وعلى جهل، يعني حنا جهال حنايا وحكم مسبق، حنا كنطلقوا حكم مسبق. المهم جاج بد واحد البيت شعري وجا قال لك اودي راه القيادتين بدات كتحس يعني بالخطورة ديال انهم بجوج يدخلوا في حرب كبيرة والاخره، داكشي ديال منيب يعني كيساوي ما بين الظالم والمظلوم. حتى وصلنا قال لك الحرب اللي بغيناها تكون على يعني ما بين المغرب والجزائر، هي حرب على الفقر وعلى الجهل، وبغينا حنا نخوضوها سويا، يعني المغرب والجزائر بجوجهم يتحدوا ضد الجهل وضد الفقر، ولا يمكن كسب هذه الحرب الا سويا، يعني احنا ما يمكنناش نكسبوا هذه الحرب الا بجوج، يعني خص المغرب والجزائر يتحدوا باش بجوجهم يقضيوا على الفقر والجهل، ولا المغرب والجزائر ما يتحدوش ما عمرهم يقضيوا على الفقر والجهل. دابا هذا السيد هذا واش يعني ما كتشوفوش ان كلامه فيه واحد الظلم تجاه بلادو المغرب؟ يعني انت كانسان كتفكر بالتفكير العلمي وبغيتي الحل لشي مشكل، خصك تقلب على سبب المشكل. شنو هو سبب المشكل ما بين المغرب والجزائر؟ شنو هو سبب المشكل ما بين المغرب والجزائر؟ يلا شنو دابا غادي تجي تقول لي واش المغرب والجزائر متفقين انهم يمشيو بجوجهم يصنعوا صنداريستان ويصنعوا هذه الميليشيا واللي كتهدد المغرب وكتقتل في المغاربه ويعني وحرباتنا ومازال كتحاربنا وعندها ترسانه ديال الاسلحه وفلوس والرشاوي ولا اخره، والاعلام والمخابرات وكل شيء خدام، كل شيء خدام في الجزائر باش يقويو هاد الوحش اللي سميتو بوليزاريو باش يلتهم المغرب.
هذا هو المشكل. اما بجي تقول لي لا ديك شعارات المغرب وخوت والجزائر وبجوج خصنا نقضيو على الفقر، الفقر والجهل غادي نقضيو عليه الا حلينا هذا المشكل ديال البوليزاريو، لان من اسباب الفقر انا غادي نجيك من اسباب الفقر اللي كاينه في الجزائر وشويه في المغرب هو هاد البوليزاريو. واش عندك السي حسن اريد بعض الارقام على الصفقات ديال الاسلحه وعلى المليارات اللي كتنفقها الجزائر على السلاح واللي كتمدها لهاد الميليشيات المسلحه اللي سميتها صندريستان؟ والمغرب ما غاديش يبقى يتفرج، ما غاديش يبقى يتفرج حتى تجي شي نهار الكبرانات يشوفوا المغرب ضعيف ويجيو ياكلونا. خص كذلك المغرب يمشي يقوي راسو ويجيب السلاح ويمشي يعني باش عرف شي نهار يدافع على راسو، لان هذا العدو هذا غير مؤتمن. هذا هو كلام المعقول. واش ماشي يكون احسن السي حسن اريد ان الجزائر ديك المليارات اللي كتخسر على السلاح تحارب بها الجهل والفقر عندها، منعود ما تشري بها الاسلحه والدبابات والطائرات والمنظومات والرادارات والى اخره وتسلح بها البوليزاريو؟ ها واش ماشي يكون احسن ان الجزائر تهتم شويه بالصناعات الخفيفه وتهتم شويه بالتنميه الداخليه وتهتم شويه يعني بتحسين الوضعيه الاجتماعيه ديال الشعب الجزائري، بدل انها يعني تهتم بتهديد المغرب ومحاربه المغرب والعدوان على المغرب؟ ها راه المغرب الى شاف الجزائر دوله مسالمه ما عندهاش هذيك الشراسه وديك الوحشيه والدوله ما كتسلحش وما كتغرقش راسها بالسلاح وما كتشكلش واحد التهديد للمغرب، راه المغرب ما غاديش يشري السلاح حتى هو، وما ايش داكشي على قد الحال، ما غاديش يخسر بزاف ديال الملايير على السلاح. الفلوس غتكون احوج بها الناس ديال الفقراء والناس والتعليم والصحه وداكشي. اذا راه سبب المشكل هو الجزائر. يعني الا بغيتي نكونوا سويا خاص تقول الظالم راك ظالم، اما تبقاو ديروا هاد الشعارات وحنا خوت واحرى ومساواه والظلم والاستبداد والانظمه، هذيك تضيع لنا الوقت. انت يا سي حسن اريد هذيك تضيع لنا الوقت. انا ماشي غادي نجي غادي نقول لك انت كمواطن مغربي خصك تجي مع بلادك كما قلت على المنيب، لا خصك تكون غير على الاقل تقول كلمه الحق، كلمه الحق. وكما انت هضرتي في الجزيره حنا من حقنا نردوا عليك، حنا المؤثرين اللي قلتي حنا ما بقيتوش يعني ما كتستهنوش يعني بالتاثير ديالنا، حنا كنردوا عليك وحنا كننوروا الناس المغاربه اللي ممكن يطيحوا في الفخ ديال هاد الجزيره واللي كتخطط ليه الجزيره. نتمنى الاخوان يكون الميساج وصل. تلقاو ان شاء الله في فيديو جديد. تحياتي.